هلا والله، حياكم حلقة جديدة من برنامج أنت وشنت. في الحلقة السابقة استعرضنا لكم قصة شخصية، طلبنا منكم تخمنون من هي، والشخصية كانت هارمن سميث من لعبة كيلر 7، وهذا الأسامي الأشخاص الناس اللي قدروا يجيبوا الإجابة الصحيحة. والآن خلونا نبدأ. هو في عمر مبكر توفي والده لأسباب مجهولة وذهب لدار الأيتام، لكنه هرب منها وانتهى بالمطاف إنه يعيش في الشوارع. خلال هذه الفترة تعلم كيف إنه يسرق جيوب الناس بكل خفة ومهارة، ولسنوات أتقن السرقة وتعلم كيف يصنع ملابسه وأسلحته وأدواته، حتى وجد مكان مهجور لا يقترب منه أحد بسبب أن الأساطير بأن المكان هذا كله أشباح، واستغل هذه الفرصة ونظف المكان حتى يصبح بيته الآمن. بعد أن اشتهرت سمعته بأنه سارق ماهر، التقى بشخص أصبح زميله بالعمل ويعطيه بعض المهمات ويساعده. تصادق مع بنت أعجب بمهاراتها وخفتها لأنها حاولت سرقتها في الماضي، عشان كذا أخذها وتبناها وحاول تعليمها ويطورها. ولكن في واحدة من المهمات حصل شيء ما كان في الحسمار البطلنا. أثناء أداء واحدة من المهمات تم كشفه من قبل الحارس، والبنت قتلت الحارس، عشان كذا غضب منها وقال لها أنها غير مسؤول عن تنظيف الفوضى بدل عنها. ها، عرفت اسم الشخصية؟ إذا عرفت اسم الشخصية اكتبوا تحت اسمها تحت بالكومنتس. ويعطيكم العافية، كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.